أكتكاك، موعد إخباري يتضمن أهم الأخبار التي شهدها الأسبوع. أكتكاك، موعد يتجدد نهاية كل أسبوع على منارة بودكاست. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيطاس أنه يتوجب الاتفاق على أن الحالة المائية بالمغرب هي حالة صعبة، وذلك لتأخر الأمطار في السنوات الماضية وسقوطها بما هو أقل من المعدل. الحالة المائية بلادنا يجب أن نتفق بأنها صعبة، وهذا مرتبط بواحد التأخر على مستوى الأمطار لهذه السنوات كانت دائما أقل من المعدلات، لكن أيضا هناك تأخر على مستوى إنجاز مجموعة من المنشآت المائية، يجب أن نعترف بذلك. هناك تأخر على مستوى مجموعة من المنشآت الكبرى اللي كانت غتحل المشكل. نعطي مثال، محطة ديال التحلية ديال الدار البيضاء اللي كان الحديث عليها في 2016 كون كانت موجودة اليوم كون راح اليوم كنقتصدوا واحد 300 مليون متر مكعب، وكانت المياه ديال أم الربيع نسقيو بها واحد المجموعة ديال الأحواض السقوية واللي تساهم في الإنتاج الفلاحي في بلادنا. نشرت لجنة التحقيق في برامج التجسس التابعة لبرنامج الاتحاد الأوروبي مؤخرا تقريرا مفصلا يبرئ المغرب من التهم التي وجهت إليه من قبل جهات متحاملة على المملكة. وكشف رئيس اللجنة البرلماني الهولندي وعضو البرلمان الأوروبي جيرون لينريز أنه لم تثبت التهم الموجهة للمغرب، ولم يتم تقديم أي دليل ضد المغرب رغم 14 شهرا من التحقيق. أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيطاس أمس الخميس أن الحكومة ستتجاوز تأخر ضخ الاعتمادات المالية المتعلقة ببرنامج فرصة في الأيام القليلة المقبلة. وأوضح بيطاس في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة أن القطاع المعني والحكومة معبئين لضخ هذه الاعتمادات المالية لمؤسسات القروض الصغرى خلال الأيام القليلة المقبلة. فرصة بالفعل تم تسجيل على مستوى فرصة، تم تسجيل واحد التأخر، احنا ملي كتكون شي حاجه ما هيش كنعترفوا بكل مسؤوليه، تم تسجيل واحد التاخر على مستوى يعني ضخ هذه الاعتمادات الماليه، ولكن القطاع المعني والحكومه متعبئه على اساس انه في الايام ان شاء الله القليله المقبله سوف يتم ضخ هذه الاعتمادات الماليه للمؤسسات ديال القروض الصغرى اللي غادي طبعا غادي تحولها للمستفيدين منها. قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي مرفوقا بوفد وزاري رفيع المستوى بزيارة عمل للمملكة المتحدة من أجل تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين في مجالي التعليم العالي والتربية. كشف حزب الأصالة والمعاصرة أن الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي أجرى صباح يوم أمس الخميس عملية جراحية على مستوى الرأس بأحد المصحات بالرباط، وأوضح المصدر ذاته أن العملية كللت بالنجاح. أصيب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي بفيروس كورونا، جاء ذلك بحسب ما أعلن عنه محمد غياث رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.